وللحديث حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا في استوديو مركز الأخبار الدكتور مصطفى السيد، أمين عام المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. مساء الخير دكتور. حملة هدفها نبيل، أطلقها شخص كريم ممثل في شخص سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وكان لها صدى كبير في المجتمع من مواطنين، مقيمين، مؤسسات. كيف تابعتم هذا التفاعل مع هذه الحملة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أبارك للجميع نجاح هذه الحملة، حملة منا خير. النجاح مو مستغربين، لأن دائما نقوم مشاريع إنسانية لبلدان الخارج، من فلسطين إلى مصر إلى نيبال إلى الصومال، فإحنا نعرف معدن الإنسان البحريني وكيف يتفاعل. فالشيء الجميل هالمرة تفاعل السريع مع مبادرة سمو الشيخ ناصر. طبعا هو بدأ بداية قوية بالإنستغرام المتواضع الجميل، مخاطبة الشباب حفزت الجميع أن يشارك، حفزت بأريحيته بكلامه مع الناس. فمن الضروري أن أشكر سيدي جلالة الملك بالتأكيد على دعمه، وأقول لكم مو أنا شقد فرحان، أقول لكم شقد جلالة الملك كان فرحان يتابع، كان يتابع برنامجك المميز. أقول لكم عن يعني معرفة دقيقة. أشكر سمو أمير رئيس الوزراء وحكومة الرشيدة وجميع الوزراء المعنيين، لأن عمل من هالنوع بالنسبة لمكافحة الفيروس لا يمكن التحكم فيه وسيطرة عليه لولا تعاون الجميع. بالتأكيد. طبعا سمو ولي العهد كان دوره رائع ومميز في قيادة اللجنة الوطنية، وأبدعوا في المجال الاقتصادي، في المجال الصحي، وجي دور الإنساني، وسمو الشيخ ناصر الإنسانية في قلبه، فحال ما حصل الضوء الأخضر انطلق. فالكل تعاون معنا، نشكر الشركات، نشكر البنوك، نشكر الأسر، حتى الأطفال يتصلون كيف نقدر نتبرع. يعني هاي راوي الله يسلمك معدن البحريني الأصيل بالضبط. نعم. ووطنيته. نعم. الأرقام لأمس كانت وصلت إلى حوالي 22 مليون دينار، اليوم هل في تحديث على الرقم؟ هل ما زالت الحملة مستمرة؟ لأن هناك الكثير من الأسئلة، هل ما زال بإمكان المؤسسات والأفراد أن يشاركوا في هذه الحملة؟ والله حظي وحظنا كلنا جيد، أن قبل ما أدخل على استوديو الأخبار اتصل بي أخي معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط، وعطاني بشرة عن تبرع الشركات اللي تنضوي تحت هيئة النفط والغاز 10,500,000 من شركة بابكو، 5,500,000 من شركة تطوير، 1,000,000 من شركة جي بي اي سي، 1,000,000 من شركة بنغاس. فنشكر معالي الوزير على وقفة الوطنية، وهي مو بغريب عليها أبدا. بالتأكيد. نشكر الشركات، نشكر الموظفين في الشركات، لولا إخلاصهم وتفانيهم ما نجح الشركات علشان تقوم الحين بدور الخير. نعم. ونحمد الله اللي كرمهم إنه يقوم هالعمل، فعمل الخير هاي متعة للإنسان نفسه وفائدة للإنسان. نعم. وترجع بالخير طبعا على الشخص نفسه. بس دكتور بالنسبة للأفراد، هل ما زال الباب مفتوح للتبرعات؟ أكيد أكيد. يعني حصلت عدة اتصالات اليوم، شركة ناس متبرعين 50,000 دينار،
بس ما نزل اسمهم في شريط الأخباري. أسرة الحواج أيضا يسر الحواج يتبرعون 10,000 دينار، وجهات كثيرة استيراد وآخرين ماشيين في تسجيل تبرعاتهم، وطبعا يحصلون التكريم والتخليد عن طريق نشر أساميهم، فالعملية مستمرة. نعم. وإحنا نشكر الجميع على هالروح الطيبة، والعملية تستمر إلى شهر تقريبا. نعم. وعندنا برنامج منظم من جميع النواحي، ثقوا يعني لإدارة هالموضوع من جميع النواحي حتى الناحية الإعلامية. شيء جميل صار اليوم إن في رغبة أيضا من الجالية الأجنبية في البحرين إنهم يريدون أيضا حملة عشان يساهمون. مواقف الجاليات الأجنبية معروفة في البحرين منذ البداية، كيف البحرين حمتهم وفضلوا يكون في البحرين بدل ما يروحون لبلادينهم للعناية الكاملة. بس اليوم أيضا حصلت نوع من الضغط إن يريدون حملة للمساهمة، وإن شاء الله راح يكون عندنا حملة للجالية الأجنبية في البحرين يوم الجمعة، وقاعدين نخطط إن شاء الله معاكم، وعندنا موافقة من سمو الشيخ ناصر. نعم. ودعم كبير من وزيركم وزير الإعلام والأخ عبد الله خالد، فإن شاء الله الجزء الثاني من البرنامج يطلع مميز. ورمضان كريم، وأنا متأكد في رمضان كثيرين من الناس يحبون أن فلوسهم تكون في الخير يعني، الخير ولا أكثر. وهذه يعني أيوة. بالرغم من أن هي أزمة قاسية، ولكن أن يعني المبادرات تستمر بالخير. دكتور، تطرقتم إلى أن هذه ليست الحملة الأولى التي تقوم بها المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، كان هناك سجل حافل من الحملات السابقة، وكان أيضا هناك تفاعل من المواطنين. ما الذي يعكس هذا العطاء من كل من يعيش على هذه الأرض، ليس شرط مواطنين، حتى المقيمين كما تفضلتم؟ هاي يعكس مدى رغبة الإنسان البحريني لتوصيل مساعداته إلى الخارج. نعم. وإحنا نقيس درجة الحرارة في الظروف الصعبة، سواء مجاعة في الصومال أو حرب شرسة على غزة أو حالة إنسانية جدا صعبة. جلالة الملك طبعا دعم الحكومي معروف قوي، بس أيضا يعطي فرصة للمواطنين أن يعبرون بطريقة. نعم. لدعمهم للناس المتضررين. فعندنا الحمد لله فريق مميز، تعاون مع الجمعيات الخيرية المهنية، أن كيف في خلال 4 ساعات من أمر جلالة الملك إذا في كارثة أي مشكلة أي محل، أن نجتمع نحضر خطة إعلامية، نفتح حسابات في البنوك وبوسترات في الشوارع إلى آخره. حملاتنا لغزة للصومال نوفر في حدود 8 مليون في خلال 8 ساعات. نعم. يا ترى كيف إذا هاي شهر؟ أتوقع يعني يكون أضعاف هاي. في البحرين معروفة بالخير، معروفة بمشاركة الناس، مشاركة دعمه. نعم. وجات الملك قد ما فرحته بمواطنينه، وكيف فرحانين أمس كنا نلعب كرة قدم وفايزين كأس العالم، نسينا الكورونا والناس فرحانين يطالعون تلفزيون يطالعون الأرقام، كان يوم جميل. عندما أقول أن رقي الشعوب ما تعتمد بس على مدى أنت اهتمامك بروحك في الداخل، بس أيضا مساعدة الأشقاء المتضررين. نعم. مواقف البحرين كبيرة وجميلة، والكل يحترم البحرين. قصص رائعة من دعم جلالة الملك في المجالات ووقفة الشيخ ناصر، ولولا أمانة دعمهم المباشر والثقة والقيادة
الميدانية من شيخ ناصر شخصيا ويحضر أماكن فيها كثير من التحدي، لولا هالدعم لما تشجعوا كل الشباب على الخير. هو قدوة، هو مثال، هو فارس، أديب، شاعر، رياضي، وصاحب أيادي بيضاء، وهو خير قدوة للجميع. الدكتور مصطفى السيد، أمين عام المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، شكرا جزيلا على تواجدكم، ونبارك لكم هذه الجهود الطيبة في المؤسسة. شكرا لكم.